يلو بيجو حي يقول لي إن برشدة الصوماليات أي حديد بدها كي معنا يعني يهدي هوتيل كجيران أما هدي شركة ها جنا عسيجا إذا وضع أرك كران أو هدي ما أنت لو بهني هاي هوتيل إس لو بهني هاي هدي هوتيل لو بهني هاي هدي لو بهني ترافل أجنسي إنه يعني قفل بعصو مال عادين إنه دنيا سكر ما سكره باهي جرتوا هاي باهي ده نوعي كتمين برشدة الصوماليات كتمين قفل بق إن لو عوره بلو أساس اسمه أساس اسمه ما له ذي كره لكن باهي دجرته وباهي أو لو باهي يعني أو كجرت ذلك الصومالية أساس تهانا الصومالي يلو بيت أساس عن قوات فإذا نجلس وجلس بحواية أنا كنا مجا عن وأبه هالنهاية وأنا هل كان كيلي كذي ما يعجبه حسين محمد غاجي سيد أحمد بكر بهذا علينا بنجي جاب بريم بنجي سلام بنجي وجود واي أربر وجود لكن الصومالي كان له عجيان يلو بيت كان وحو كان يا فرصة آد مهم واح تلك الصوماليات وهيو قناع سيقى صوماليو آد بأكل دادات سيهاي قلو ربا ميل بيكو جرتا قلو إحيكو جرتا سدح يتوان كيلو متر مقادك بحسن تاي واشركة جرتو لكن حرير يو ميل لوغوسو حقاق مالحان لباتة جرتو ساس أو قيدو قلتي وحلو بها إمس بانجي آك جرتا رقولي يا وحا أرولو قولون يا نيو بانجي غاسا أباهانا يا بانجي وحنوقان يا كوبتيشي كل جرو يا كم عامل في عن يا ساس إيه مركا بالشدي ويحال روحي إن لو كانوا أو لو عريو برنامج شبه الله سمايو مثلاً شركة ها إزجار سيما وكلت هذه أفر بدين لكن مدي أولو باستعمال ده لكن دكتور محي جعليهن سكتر هذا أو لو بهاي يا كونستركشن هذا عديد لها حدي بنجي ده لها حدي أهل الناس كلي رهدو وحكي جرو جاب وين حكي جرو ملص أركي كرو حاول نقص إنه قف كي حير للبس اللي هذه نقصها لكن هذا تاني يلو بيجكو حنا قضي إسكو حريه جناح سك سماليا وحنا إسكو حريه في الوضع أو جرمان تاني جدا ونيه ورالو يلو بيجكو هو أركي نيو شركة دي إنه كود درتان كعسنيا yellow pages ka jiritaankiis waxa ku ogaaday qoloyinka oo yellow pages ka ah waxay sameeyeen data collection kaas markaa waxa jiray interview ay qaadeen iyo information oo asiye oo ku saabsan data oo shirkada iyo inay wadaan barnaamij oo yellow pages ah markaas waxa ogaaday in oo barnaamij process uu ku jiro oo yellow pages ah I short. wuxuu sahlay xiriir in uu na dhaxmaro anaga iyo dad aanan markii horeba na aqoonin taas waxa macnaheedu ay tahay qofka in uu ku soo waco oo badeeca ka gadid aadna delivery
aad u sameysid oo aad ugu geysid meesha uu joogo. qorsheyga mustaqbalka wuxuu gaarayaa heegsi aad u fog ayuu gaarayaa insha Allah tacaala haddii Ilaahay raali ka noqdo. waayo hadda waxaan qaatay konton shaqaale ah konton ka shaqaalaha aana haddii aad dhowto waxay noqonaysaa in gobollada Soomaaliya dhan lagu fido oo xarumo aan ka wada furo. waxay noqonaysaa in aan ka diyaariyo ganacsi walba, yacni inaan hadda matalan 23 sector ayaan ka sameeyay oo ganacsigaani oo ka jiro oo markii la soo tiriyo laga soo qaado bangiyada, constructionada, airlineska, industryga, insuranceiga, hoteliska, food staffka, yacni fili ETC way badan yihiin. 23 ayaan ka keenay. 23kaas marka waxay u baahan yihiin in la kala furfuro oo qolo walba sectorkooda la siiyo.